السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، شراكم صافا شراكم لاح، شراكم صحة والعافية. في موضوع اليوم راح نشوفوا الاكسجين ثيرابي، موضوع اللي شفناه في الدورة السابقة، وراح نحاول نعاود نتناقش فيه معكم ونحاولوا نديروه بالمختصر، نحاولوا نشوفوا واش يجيكم في الاكزام فينا ان شاء الله. قبل ما نبداو ما تنساو الجيم وبارطاجي القناة باش يوصلك كل جديد. نبداو على بركة الله. بداية نشكر كامل اللي ساهموا معنا في تحضير هذا الدرس من قريب او من بعيد، وان شاء الله في ميزان حسناتهم كامل ان شاء الله. اولا لازم نعرف واش معنى الاكسجين ثيرابي. شفنا كالكو ديفينيسيون اللي ساهموا معنا في ديفينيسيون، نشكرهم ولكم الاختيار الديفينيسيون اللي يعجبكم راح تختاروه وتحاولوا انك تحفظوه، سواء بالشرح تاعو بالعربية سواء تحفظوه كما رانا خليناه في هذه الصفحة. الأكسجين ثيرابي هي العلاج بالأكسجين، شفناها في الدرس السابق ونحاول نعطيكم بالمختصر، نحاول ما نطولش عليكم في هذا الفيديو باه تهزو النيسيسار. اولا ديفينيسيون الأكسجين ثيرابي، اخترت لكم كيلكو ديفينيسيون. ديفينيسيون الاولى، ديفينيسيون est une méthode visant à apporter l'oxygène à un malade pour maintenir un taux normal de l'oxygène dans le sang. معناتها رايح هي طريقة رايح تمد الأكسجين للمريض بحيث أنه يرجع الأكسجين تاعو اللي في الدم يرجع نورمال. الديفينيسيون الثانية est un traitement qui apporte de l'oxygène au poumon lorsque le taux d'oxygène dans le sang est trop faible. معناتها هي علاج اللي رايح يمد الأكسجين للرئتين لورسك لو طو دوكسيجين، معنتها إذا كانت نسبة تاع الأكسجين في الدم ناقصة على ناقصة بزاف. ديفينيسيون الثالثة كذلك نفس الديفينيسيون اللي فاتت، سي تان تريتمون كي كونسيست أبورتي لوكسيجين أو بومون، معنتها المقدمة برك تقدر تقلبها. هذه بالنسبة للديفينيسيون، كل واحد كيفاش يحب يحفظها، ليسونسيال المبرجري يعرفك بلي راك فاهم لوكسيجينو ثيرابي. نروحو لعنصر اثنين، لانديكاسيون والكونتر انديكاسيون، واش هي الحالات اللي نديرو فيها الأكسجين ثيرابي واش هما الحالات اللي ما نديروش فيها الأكسجين ثيرابي. كيما تناقشنا فيها مع المجموعة، الحالات اللي نديرو فيها الأكسجين ثيرابي كاين بزاف نذكرو منها. أول واحدة هي ليبوكسي إيفي. ليبوكسي نقولو حنايا نقص الأكسجين في الأنسجة، ليبوكسيمي معنتها نقص كمية الأكسجين في الدم، ليبركابني هي ارتفاع نسبة الCO2 في جسم الإنسان، لانسفيزونس ريسبيراتوار، لانسفيزونس كاردياك، وأنوكسيس. تقريبا أنوكسي وإيبوكسي نفس المعنى، هذا هما ليزانديكاسيون والحالات اللي نديرو فيهم الأكسجين ثيرابي. على العموم معنتها الإنسان مش قادر يتنفس رايح نديرولو الأكسجين، هذه في الحالات العادية اللي معروفة. والحالات الثانية اللي الكونتر انديكاسيون، واش هي الحالات اللي ما نديروش الأكسجين؟ غروند انسفيسونس ريسبيراتوار كرونيك، لو ابي. في هذه النقطة غروند انسفيسونس ريسبيراتوار كرونيك معناتها في هذه الحالة ماهوش مقصود انه الاكسجين كونتر انديكي، معناتها في هذه الحالة الاكسجين حتى وديرو ماهوش راح ينفع المريض. معناتها اذا درت له الاكسجين نسبة تاعو سواء قليلة ولا كثيرة ماهيش رايحة تنفع المريض. كذلك في لو ابي او دامي دو بومو، معناتها الانسان في حالة الوابي راح يكون في حالة تقريبا حالة غرق، معناتها حتى وديرو الأكسجين ماكش راح تنفعو. في هذه الحالات راح يفوت المرض تاعك لطع الثانية، ممكن يعقب الديشوكاج ولا يعقب البلوك، ورايح تولي حالات أخرى بحيث أنو الأكسجين في آخر مراحل بعد ما يتحسن المريض نديرولو الأكسجين ثيرابي. البيت، الهدف من الأكسجين ثيرابي واش هو الهدف؟ عنصر الرابع، البيت هو اوغمونطاسيون كونتيتي دو لوكسيجين في جسم الانسان، معناتها راح نزيدو نسبه الاكسجين اذا كانت منخفضه رايحين نزيدوها بطريقه اللي يسموها الاكسجينو ثيرابي. العنصر المقبل الاخير الاخير مقبل الاخير ماتريال عندنا في الماتريال كما ذكرنا قبل في القناه ونعاودو نكررو، ماتريال رايح تتخيل الماتريال نتاعك في اي ميثود في اي تكنيك بحيث
مثلا كما ذكرنا هنا الان الماتريال تاع الاكسجين ثيرابي، راح تخيل ديريكتومون المريض في السرير تاعك، راح تعطي له اللونات ولا الماسك وتعطي له الاكسجين. اول حاجه نبدأ فيها في الماتريال، ماتريال تادمينستراسيون، كيفاش راح ندخلوا الاكسجين؟ طرق، هو العنصر الاول لونات اكسجين شفناها قبل، صوت نازال كذلك شفناها قبل، الماسك قادر يكون ماسك دوكسجين كما اللي فات في القناه من قبل، راح نزيد نخلي لكم الفيديو مقتطفات من الفيديو السابق في الفيديو هذا في الاخير، ماسك دوكسجين ولا ماسك دوت دي بي دو كونسنتراسيون اللي هو السوباب ولا الماسك فونتوري اوكسجين. هذو هما العناصر اللي في الماتريال دادمينستراسيون. سيستم دوكسجيناسيون، في السيستم واش كاين؟ كاين ثلاث حوايج في السيستم، البريز ميرال كما اللي تعرفوها كامل في المسارات الاستشفائيه اللي تكون عند المريض، البوتي دوكسجين اللي عرفناهم في الوقت الاخير خاصه في مرحله الكوفيد، والله جينيراتور اوكسجين كذلك عرفناه في مرحله الكوفيد. هذو هما ثلاث حوايج تروا سورس اللي في اغلب الاحيان راح نستعملوا منهم الاكسجين. كيما البريزميرال راح تكون ريغلاج تاعها، ريغلاج دي بي تاعها اكيد راح تلقى في الريغلاج من 0 ل 15 لتر بار مينوت، بارباتور ولا اللي راح يميديفين الاكسجين، تويو سوبل وراكور. كذلك في البوتي دوكسجين راح يكون فيها مانو ديتوندور، معناتها اللي راح يريقل دي بي تاع الاكسجين اللي راح نمدوه للمريض تاعنا. جينيراتور هاي باينه لاباراي المستعمله كل واحدة وكيفاه، كاينه 5 كاينه 10 كاين 15، كاين بزاف جينيراتور اللي نستعملهم في حاله هذه. كذلك نسحقوا كالكوغون، سبارادرا، اريكو، كومبريس، اوديستيلي، مشوار، هذو كامل راح يكونوا في شاريو دي كونتامينيو، انت راح يكون شاريو ستيريل. هذا هما بالنسبة الماتريال واش نحتاجو. نروحو الان للتكنيك، العنصر الاخير هو التكنيك. بالنسبة للتكنيك كاين حوايج لازم نديروها قبل الشروع في العمل ولا قبل نديرو الاكسجين ثيرابي. اول سوا فيريكاسيون لو فونكسيونمون دو لا سورس دوكسيجين، اذا كانت في حالة اكسجين رايح تفيريفي فيريفيكاسيون تاع الماتريال تاعك من السورس للماتريال السيستم كامل، هذه الحوايج راح تشوفها قبل لا تروح للمريض تاعك. الان ندخلو في التكنيك، اول حاجه في التكنيك هي فيريفي فيريفيكاسيون تاع البريسكريبسيون ميديكال دي بي تاع الاكسجين، معناتها اول حاجه ديرها راح تشوف الدوسي المريض تاعك، ولا راح تشوف اذا كان عندك دبي في المرض راح تقول له واش حال ندير الدي بي للمريض. هذه اول حاجه، ماكش راح تزيد له بزاف، ماكش راح تنقص له. في حاله اذا كان المريض مثلا ولا طبيب ما كانش ولا في البريسكريبسيون ميديكال ما كانش ومثلا باس عليها الكونسين الزميل تاعك وما على بالكش بالدي بي، راح تحط المريض تاعك الديماراج راح تكون ماهيش او دي بي، راح تكون فابل دي بي. بعدها اذا كان جا طبيب جا، اذا ما كانش راح تشوف المريض تاعك حسب النسيسيت تاع المريض تاعك، اذا قالك زيدني ولا اذا قالك ناقصني. حاجه زوجو بريفينو الباسيون، راح تقول للمريض نتاعك راني راح ندير لك اوكسيجين ثيرابي، لاستالاسيون كونفورتابل اسيور دو ماسي فير موشي الباسيون، معناتها المريض واسي اللي في الانف نتاعو، بروبوزي ان سوان دو بوش، راح تقول له اذا كان تقدر تنيتواي الفم نتاعك نيتواي لي فوز نازال، افكتي لافاج سامبل ديما، ومن بعدها رايح تبدا في الاوكسيجين ثيرابي. بعد لافاج سامبل راح نعاودو كذلك درس الاوكسيجين لافاج ديما. اول حاجه راح ديرها هي رومبلي البارباتور، معناتها راح تدير لوديستيلي في البارباتور، هذيك القرعه الصغيره هذيك اللي راح تكون في القاروره هذيك اللي تربط بين السوس دوكسيجين اللي هو الميرال والتويو والمانو، يسموها بارباتور. مونتي لو سيستيم دوكسيجيناسيون، معناتها راح تركب في بعضه، ريغلي الدي بي نتاعك اذا كان مثلا جالكسيس ولا سات ولا ويت، ميتي لولينات، معناتها المريض تاعك إذا كان يقدر يدير لولينات راح يدير لولينات، إذا كان يستعمل الماسك راح يدير الماسك، سيرفي لا ساتوراسيون بولسيون أوكسيجين، معناتها الأس بي أو دو راح تشوفو بالساتيرومتر، نحنا لوكسيمتر راح نشوفو نسبة الأوكسيجين بالنسبة للمريض تاعنا. لي سين كلينيك كذلك راح نسيرفيها، راح تشوف المريض تاعك إذا كان في حالة إزرقاق، إذا كان سيانوزي، إذا كان مازال كاين عنده لانسوفيزونس ريسبيراتوار مش قادر يتنفس، اذا كان مجيني في عن طريق لاباراي هذه مثلا
درتها لو ما توش راح تشوف هذو كامل لي سين كلينيك. شونجي لينات كوتيديان معناتها يوميا راح تغير لينات معناتها الاستعمال تاعها ايوزاج يونيك. اذا كان درتها اليوم راح تغيرها غدا من اليوم اللي درتو. لافي في الاخير لافي لي ما معناتها تغسل اليد نتاعك اي تون دي لا بريزونس معناتها في الاخير كامل كاينه سيريونس. وصل الاخير سيريونس انتردي دو فومي لو باتيليزي دو غريسي معناتها ماكش راح دير الحوايج لي مثلا كيما الفازلين ولا الزيت ولا في لينات نتاع المريض نتاعك ولا في السيستم دوكسيجين ثيرابي رايحه تولي دير لك مشكل راح تنيكروزا الاورغان اللي يتعرض للاكسجين. ترانسميسيون راح تكون اورال ولا ايكري في الدوسيت مرض. هذا هو بالنسبه للعناصر اللي شفناهم. عدد الاكسجين ثيرابي شفنا الديفينيسيون شفنا لي انديكاسيون شفنا الكونتر انديكاسيون شفنا الماتيريال شفنا البيت وفي الاخير كامل رحنا نوصل التكنيك وشفنا سيرفيونس وترانسميسيون اورال. هذا هما العناصر اللي شفناهم في اكسجين ثيرابي. ان شاء الله يكون درس خفيف ظريف. وعلى العموم حاولوا انكم تكتبوا هذا الدرس وتحاولوا تراجعوه قبل ليكزام فينال. واي واحد عنده سؤال اي تساؤلات خلونا في التعليقات باراميديكال دي زيتو نفوتوا للفيديو ومن بعد نكملوا مع النهايه. نبدا في الدرس. الدرس كامل راح يكون في القناه راح نشوفوا تيوري. بالنسبه للبراتيك راح يكون بتيت رابير بالنسبه لهذا الكور. اولا الاكسجين ثيرابي شفنا الديفينيسيون تاعها نحتاجوا لاباراي كامل ونحتاجوا التكنيك. عندنا البارباتور بالنسبه للاكسجين نحتاجوا كذلك مانو دوكسيجين. مانو هو اللي راح يكون فيه دي بي ريغلاج دي بي راح تزيد ولا تنقص حسب دومون تاع المرض ولا حسب الكال اللي راح يكون فيها المريض نتاعك. كذلك نسحقوا كالكو كومبريس نسحقوا اذا كان مريض يقدر يدير لي ماسك نحتاجو ماسك دوكسيجين ولا نسحقوا لينات اذا كان مريض يحتاج لينات دوكسيجين. اذا كان سؤال تاع البراتيك للاكسجين ثيرابي ولا تكتبت لك في الورقه اكسجين ثيرابي اكيد راح يكون عندك في البراتيك الماتيريال هذا اللي راح توجدو. راح توجد الكون كونستيريل نسحقو كالكو سبارادرا نسحقو لونات ولا نسحقو الماسك دوكسيجين اكيد راح يكون ستيريل يكون في ساشي نتاعو راح تفيريفي كلش. نسحقو كالكو كومبريس نسحقو كون نسحقو المانو دوكسيجين نسحقو البارباتور اكيد كاين لودي ستيلي اللي راح نديروه في هذا البارباتور. بالنسبه لي سورس عندنا 3 سورس. السورس الاول اللي نعرفه كامل راح يكون سورس ميرال هو اللي راح يكون راكب في حائط اكسجين. هذا السورس الاول. بالنسبه للسورس الثاني راح يكون جينيراتور اللي رايح يكون عباره عن ليزاباراي موبيل اللي راح نشوفوهم اغلبيتها في فتره الكوفيد. اغلبيه ليزاباراي هذوك يسموهم لي جينيراتور اكسجين. كذلك كاين لي بوتاي دوكسجين قرعه تاع الاكسجين. هذو هما 3 سورس اللي كاينين بالنسبه للاكسجين. فيش تكنيك راح تركب بالنسبه للفيش تكنيك راح نركبو بارباتور في مانو اكسجين. كذلك راح يركب اللينات ولا الماسك حسب الاحتياجات تاع المرض. راح يركب هذا سورس في سورس اكسجين راح تركبو في البارباتور وهذا راح يكون تابع راح يكون في وجه المريض. هذه بالنسبه للسورس. وطريقه تركيب المانو سهله اكيد فيه 3 كروشي راح تشوف اذا كان في الميرال راح تلقى 3 كروشي خارجين. اذا لاحظت مليح راح تلقى 3 كروشي راح نشوفوا كيفاش يركب في المير ولا في الميرال نتاعنا. راح تحاول انك تضغط اذا كانت سورس راح تدير 3 بلاسمو في 3 بلاسمو قدبت تضغط ورايح تدور بالنسبة للمير تاعك. كذلك إذا كان المانو رايح
تضغط وتدور اتجاه بحيث انه يبقى راكب السورس تاعك، ورايح تفتح الاكسجين، راح تشوف البالون تطلع، راح تريق السورس نتاعك حسب المرض. اذا كان مرض مش تعبان بزاف نديرو 5، اذا كان يحتاج اكسجين بزاف رايح تريق دي بي 10 ولا 15. اكيد في بالنسبه لمانود اكسجين راح يكون كاين 15، كاين حتى 30، كاين حتى بعد مانو اللي يسموها سيبا. طريقه سهله، طريقه التركيب. بالنسبه للبارباتور كيما هنايا، بارباتور التركيبه نتاعو كاين هذه اللي راح نزيدوها. اذا كانت عندك قرعه دوكسيجين ولا ما بوتي دوكسيجين راح يكون السورس يلصق في هذه 3. اكيد فيها الساعة اللي راح تقول لك اسكو هذه القرعة قريب تفرق ولا فيها الاكسجين، وهذه اللي راح تدخل في القرعة ولا البوتي دوكسيجين. هذا هو كامل بالنسبة للسورس اكسجين اللي قلنا القرعة ولا البوتي دوكسيجين، هذا هما اللي يلزمونا في لاباراي دوكسيجين ولا الاكسجينوثيرابي. هذا هما لي مانو 15، كاين مانو 30. هذا واش نحتاجو بالنسبة للأكسجينوثيرابي. هذا هو الماتريال، ماهيش حاجة صعيبة، حاجة سامبل. وأكيد سيرفيونس راح تسيرفي لوديستيلي بالنسبة للبوتاي برباتور إذا كان فرغ، ولا إذا كان في البوتاي راح يكون فرغ. من الأحسن راح يكون لوديستيلي راح يكون تياد، حاول انك ما ديرش لوديستيلي يكون بارد. هذا هما الحوايج اللي نحتاجوهم في الاكسجينوثيرابي. وصلنا نهاية الموضوع، وصلنا نهاية الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. انتظرونا في المواضيع القادمة ان شاء الله. اي استفسارات اي موضوع خلونا في القناة باراميديكال ديزاتو. تهلونا في روحكم، والسلام.